مش قادر يسلط طوله، والبادي جارد كانوا بيخبوه علشان ما يظهرش اللي هو بيعمله في العرض الخاص للفيلم بتاعه، وميسلين حاولت كمان إنها تساعده. أحمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلمه الجديد ده بنقدر ظروفك، ظهر هو حالته مش طبيعية أبدا، والناس ما كانتش عارفة هو بيحصل إيه بالظبط ولا هو ماله. اليوم بدأ بأن أحمد الفيشاوي وصل لصالة العرض وهو ما أنجج ميسلين وبيبوس إيديها ومش سايبها أبدا، والناس قالت يبقى فعلا في بينهم حاجة زي ما الإشاعات كانت بتقول، وإن اللي بينهم مش بس مواضيع عادية ودعاية للفيلم لما نشروا صورهم بفستان الفرح والبدلة، خاصة بقى إن لما ميسلين اتسألت هي كانت إشاعات للترويج للفيلم قالت لا مفيش إشاعات بتروج للفيلم، كمان لمحت إن في حد في حياتها، وطبعا ما كانتش سايبة أحمد الفيشاوي ولا لحظة. طبعا كله شك فيهم على الآخر، ما هو يعني الاتنين تصرفاتهم مع بعض غريبة شويتين، وبعدين كان عاجبهم الإشاعات اللي ظهرت عليهم بأنهم مرتبطين الفترة اللي فاتت، فيبقى إيه؟ أهو مفيش حاجة بتستخبى وكله هيتعرف. بعيدا بقى عن موضوع ميسلين، فأحمد الفيشاوي أول لما دخل السينما كان معاه شنطة هدايا في إيده، محدش كان عارف فيها إيه لحد ما هو كشف السر وخرج منها بونبوني ورماه على الناس، حتى اللي كانوا بياخدوا الصور الخاصة بالفيلم كان ماشي يرمي عليهم البونبوني، كمان كان حاجة استرية منه كده محدش كان فاهمها أوي، بس الناس قالت ممكن يكون فرحان بالفيلم ولا حاجة وعاوز يتبسط ويبسط اللي حاضرين معاه، بس الحكايه ما طلعتش كده خالص، وطلع ان الفيشاوي بعد الفيلم مش عارف يسلط طوله وهدومه مبهدله على الاخر، مش قادر حتى يتكلم ولا يرد على اللي كانوا موجودين وواقفين جنبه، وحركاته مش متزنه ابدا، شكله كده سكر وشرب خمره كتير والفيلم شغال، لدرجه انه وصل انه مش قادر يقف، فعلا ده اللي حصل بعد ما قعد يقول كلام مش مفهوم قدام الكاميرات، واتصور فعلا كل الكلام ده، احمد الفيشاوي رمى نفسه على الكرسي بتاع السينما وفرد ظهره على الاخر، ما هو خلاص ما بقاش قادر يقف من كتر الشرب، والبودي جارد اللي كانوا مسؤولين عن عمليات التأمين حاولوا يخبوا الفيشاوي وهو فارد جسمه على الكرسي على قد ما يقدروا، هما برضه بيحاولوا يعملوا اي حاجه يلحقوا بيها الموقف، بس مي سليم اللي كانت واقفه جنبه كانت في نص هدومها ومش عارفه تعمل ايه، وحاولت انها تلخم الناس عنه وتصور كل اللي بيطلب منها تصوير لحد ما البودي جارد يحاولوا يعملوا اي حاجه، شويه وجي الفنان محمد محمود وحاولوا كلهم يتعاملوا على ان احمد الفيشاوي اصلا مش موجود معاهم علشان يعدوا الموقف اللي هما اتحطوا فيه، هو بقى قبل ما يقعد او ينام كان ماشي يحضن ويبص الناس كلها، والموضوع قلب معاه طاقة حب على الآخر، ده غير بقى إن في ناس من أبطال الفيلم مجوش زي نسرين طافش مثلا وناس تانية، وكان في كلام إشاعات بيقول إن الفيشاوي عامل معاهم مشاكل وكان بيضايقهم في التصوير، بس المخرج قال إن الكلام ده ما حصلش أبدا وإن اللوكيشن كان هادي ورايق وما كانش فيه أي حد متضايق من التاني، ده غير إن أحمد الفيشاوي من الشخصيات الملتزمة جدا في التصوير، بيجي قبل ميعاده علشان يستعد ويشيل التاتو وكل حاجة تبقى تمام. الفيلم الجديد الفيشاوي كوميدي وده لأنه قرر إنه يعيش علشان يضحك الناس وبس، وكفاية للناس فيه من مشاكل وهو مش هينكد عليهم تاني، وده لأنه عمل كام فيلم قبل كده وعارف إن الناس اتأثرت بيهم وكانت في ناس بتعيط، علشان كده قرر يخليها كوميدي في كوميدي وما يقربش العياط تاني. انتم بقى شايفين ان احمد الفيشاوي كان سكران فعلا ولا ده من الانبساط بس علشان الفيلم الجديد؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.